عبد الملك بن مروان بيعتبر من أهم حكام في التاريخ الإسلامي وفي الدولة الأموية. الراجل اللي قدر إن هو يوحد الدولة الأموية مرة أخرى ويعيد لها الاستقرار بعد أكتر من 10 سنوات من الحروب. النهاردة بقى هتعرف هل هو كان ظالم ولا مظلوم، هتعرف إيجابياته وهتعرف سلبياته بمنتهى الحيادية. لو عاوز تعرفها تابع معانا. أول حاجة إيجابياته وإنجازاته، الراجل ده هو اللي عمل استقلال اقتصادي للدولة الأموية. قبل كده كان المسلمين بيتعاملوا بدراهم وبعملات كانت متاخدة عن الدول المجاورة. أول من سك الدينار العربي كان هو عبد الملك ابن مروان، ده إدى صورة وهوية للدولة الأموية، وكمان هو اللي عرب الدواوين، ودي نقطة مهمة جدا، لأنه جعل الهيكل الإداري للدولة هيكل ذو هوية عربية. عشان تدخل الهيكل ده لازم على الأقل إذا ما كنتش عربي لازم تكون مدرك أو ملم باللغة العربية، فالموضوع ده ساهم جدا في ترسيخ اللغة العربية ما بين أراضي الدولة الأموية. الدولة الأموية اللي هتتوسع بعد كده من حدود فرنسا في الغرب لحدود الصين في الشرق، المناطق دي كلها لو ما كانش عمل الحاجات دي ممكن كتير من المناطق النهاردة العربية كانتش هتتكلم عربي. ولأن الدولة الأموية قلنا دولة متسعة الآفاق، فالأمر ده أو عدم وجود لغة واحدة بتوحد الناس ما بين أقصى الشرق وأقصى الغرب كان بالتأكيد هيكون نواة لدعوات انفصالية وانقسام الدولة، ده ضمن لها وحدة الأراضي. وكمان عبد الملك بن مروان هو اللي وحد الدولة. الدولة بقى في عهد الفتنة الكبرى الثانية بعد موت يزيد انقسمت لأربع دول، دولة عبد الله بن الزبير، ودولة الأمويين اللي كانوا في صراع داخلي، وكمان دولة الخوارج، ودولة المختار الثقفي. فأصبحت الدولة مقسمة، ومدام مقسمة يعني ضعيفة، يعني لقمة سائغة في فم أي دولة من الدول المجاورة إنها تقضي عليها. عبد الملك بن مروان قدر إن هو يوحد الدولة وينهي الخلاف ده، ولأنه وحد الدولة ففي عهده بدأت الفتوحات. الفتوحات اللي كانت توقفت من ساعة الفتنة الكبرى الأولى بدأت في عهده، ووصلت لذروتها في عهد ابنه وليد بن عبد الملك اللي وصلت في الدولة للأندلس في الغرب وحدود الصين في الشرق. وكمان كان له إنجازات حضارية زي عمل قبة الصخرة، دي كانت إيجابياته أو إنجازاته. طب بقى سلبياته، سلبياته إن عهده شهد جور وظلم كبير جدا في الدولة، وإن هو يأطرق شخص زي الحجاج ابن يوسف اللي في عهده اتقتل عشرات الآلاف ظلما، وكمان قصف الكعبة بمنجنيق وحاصر مكة، واللي عمله في عبد الله ابن الزبير وتنكيله بيه والإساءة لكتير من كبار الحجاز زي أنس بن مالك، الصحابي أنس بن مالك، وكمان حالة النقمة اللي كانت موجودة بين طوائف كتير زي آل بيت النبي، وده كان من ساعة استشهاد الإمام الحسين وكمل بعد كده. وكمان كونه احنا اتكلمنا على موضوع العرب وان هو اوي العرب سد الدولة والمناصب المهمة في الدولة وعرب الدواوين، الامر ده زي ما ادى هوية قوية للدولة فهو خلى غير العرب مهمشين في الدولة ومشايفين ان لازم عشان نتولى اي منصب لازم يكون عرب. غير العرب دول اللي هيكونوا النواة خصوصا في شرق الدولة في مناطق فارس وخراسان، هيكونوا النواة لدعوة العباسيين اللي هتقضي في النهاية على الدولة الأموية، ولكن دي حكاية تانية ممكن نبقى نحكيها إن شاء الله بعدين.